قال رجل إبراهيم ابن الأدهم رحمه الله: إني لا أقدر على قيام الليل. يا شيخ بضلك إن قيام الليل قيام الليل، طيب وما عم فيه؟ نربط الساعة بترن الساعة ما فيه، نربط التليفون بنحط منبه التليفون نطفيه وما بنشعر، شو عم بصير؟ قال: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. وصف لي دواء لحتى إذا بدي أقوم على قيام الليل. فقال له إبراهيم ابن الأدهم، كان طبيب للقلوب، قال له: لا تعصه في النهار وهو يقيمك بين يديه في الليل. شوفوا هذه الوصفة البسيطة والسهلة والمعبرة، قال له ما تعصي في النهار وهو يوقفك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. مختصر مفيد، كل واحد منا يحسب.